كل ما قرأناه وسمعناه عند إطلاق رؤية المملكة 2030 أصبحنا نراه اليوم على أرض الواقع، وتمكين المرأة واحد من أهم بنود هذه الرؤية. وعندما يأتي هذا التقييم من جهة خارجية فهو بلا شك يكون أكثر صدقا وحياديا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة جواهر السديري، مديرة الأبحاث في جمعية النهضة. أهلا بك سيدة جواهر. هلا ومرحبا، حياك الله سيدة جواهر. إنجاز جديد يحسب للمرأة. في البداية، ما هي المعايير اللي يعتمد عليها البنك الدولي في يعني إعداد مثل هذه التقارير وتقييم المملكة بهذا التقييم الجيد؟ نعم، أولا شكرا على الاستضافة، وشكرا على إشراك جمعية النهضة في الاحتفال بهذا التقرير، خاصة أن موضوع هذا التقرير يهمنا بالفعل ومرتبط بشكل مباشر بأعمال النهضة. هو التقرير يعني بشكل عام يركز على التشريعات اللي تؤثر على عمل المرأة كونها موظفة أو رائدة أعمال. جميل. فبشكل يعني إجمالا التشريعات التي يتابعها التقرير هي تشريعات تؤثر عليها بشكل اقتصادي، مع أنه في أيضا بعض المحاور تؤثر عليها يعني مشاركتها من النواحي الاجتماعية. أنا صراحة كتبتها عشان ما أنسى المعايير، معايير هذه معايير البنك الدولي. معايير البنك الدولي، نعم. فهي بشكل عام يعني أو الرئيسية اللي هي حرية التنقل، حرية العمل، المساواة في الأجور، المساواة في التقاعد، التشريعات اللي تؤثر عليها من ناحية الأمومة، وأيضا عندك التشريعات اللي تؤثر على ريادة الأعمال نسيت شيء أو أي نعم والزواج. فإحنا هذه الأنظمة كلها في بعضها السعودية كان لها يعني مو كل النقاط السعودية كانت أداءها ضعيف فيها، ولكن خلال السنة هذه صار في تغييرات على أكثر من محور رفعت من أداء السعودية. ممتاز. سيدة جواهر، خلينا نأخذها واحدة واحدة. حرية التنقل، وزارة الداخلية يعني وحدت إجراءات استخراج الجواز، توحيد إجراءات السفر بين الرجل والمرأة، أيضا استخراج الوثائق. نعم. هذا ما يقصد في حرية التنقل، صحيح؟ نعم. فلو مسكناهم واحد واحد يعني حرية التنقل، قلنا القدرة على السفر، هذا موجود، على جواز، هذه كلها الآن صارت موجودة للمرأة. ممتاز. من ناحية العمل، الأنظمة اللي تغيرت كثيرة، منها أنه حمايتها من التحرش في بيئة العمل، صحيح. قدرتها على المشاركة في كل الأنشطة مثل الرجل. في السابق كان في أنشطة حددت أنها ليست مناسبة للمرأة، الآن أعطيت الحرية للمرأة أنها تختار في أي أنشطة يعني تفضل العمل فيها. الأجور أيضا، الأنظمة واللوائح اللي موجودة اللي أصرتها وزارة العمل تساوي بين المرأة وتحتم على صاحب العمل أنه يساوي في الأجور. طبعا هذا كان موجود في الخدمة المدنية للموظفين في القطاع العام من السابق، أنه يعني ما دامك في نفس المرتبة فالأجور متساوية. أيضا من ناحية الأمومة، التغيير المهم اللي صار أنه المرأة الآن بإمكانها أنه أولا حمايتها من الفصل من العمل خلال مرحلة الحمل والأمومة، هي من في البداية عندها فترة الإجازة خلال الأمومة أنها تحصل على كل الرواتب والفوائد كموظفة عام بشكل عام. ممتاز. يعني هي طيب ممكن تطرد بس أنتم في جمعية النهضة. نعم. تعتمدون على هذه المعايير ولا عندكم معايير مستقلة لكم تعملون عليها؟ هو الواقع مو أنه عندنا معايير مستقلة، ولكن إحنا طبيعة عملنا أولا نركز على معايير معينة، فإحنا تركيزنا في النهضة على مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية وفي صنع القرار. فمن هالجانب في هذه كلها تتطرق للمعايير اللي ذكرتها. المعايير اللي ما نتطرق لها هي مثلا ريادة الأعمال، في جمعيات أخرى تركز على جميل. على هذا الشيء. أنتم في جمعية النهضة عندكم برضو معايير يعني لتمكين المرأة، صحيح؟ اي، احنا خلال السنتين الماضية اشتغلنا على عندنا مشروع او مبادرة اسمها مبادرة تكافؤ. أصدرنا من خلالها مؤشر لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل، وفي هالمرحلة ركزنا على القطاع الخاص. خلال المرحلة اللي احنا ندرس فيها ونسوي هذا التقرير، اولا طبعا تابعنا او عملنا مراجعة لكل السياسات اللي تؤثر على المرأة في سوق العمل، لكن اللي كان ما توقعناه انه اضطرينا نحدث التقرير اكثر من مرة عشان نواكب التغييرات اللي صارت في نفس المرحلة. يعني التغييرات كانت اسرع من
إنتاجنا للتقرير، من إنتاجكم أيضا للمؤشر. أي نعم. طيب سيدة جواهر، أنا أستأذنك والسادة المشاهدين في لنستعرض أبرز الإصلاحات المنفذة للمرأة في المملكة ثم نعود. اهلا بكم من جديد سيدة جواهر. كنا نتحدث قبل الفاصل عن يعني المؤشر، مؤشر تكافؤ الفرص، وانه كانت التغييرات اسرع من عملكم حتى في هذا المؤشر. دعيني اذهب لي يعني حتى نناقش جميع الموضوع من جميع جوانبه. هل هناك تحديات برايكم يعني او من خلال رصدكم في هذا المؤشر في تكافؤ الفرص تواجه المرأة، او تحديات في العمل بالتحديد؟ اي نعم طبعا، احنا المؤشر لما الدراسة اللي قمنا فيها جزء منها هو دراسة للتشريعات، وجزء الآخر منها أيضا دراسة للممارسات الموجودة في سوق العمل من ناحية الموظفين وأصحاب العمل. فمع التغييرات اللي صارت، احنا نعرف أنه لا تزال المرأة مشاركتها في سوق العمل ضعيفة، أقل من الرجل، وصولها للمناصب الإدارية أقل، وأيضا الأجور يعني حصولها على الأجور لا يزال أقل من الرجل. هذه جزء منها قد يتغير الآن بعد التغييرات اللي صارت، وأنا أعتقد يعني السنة الماضية أو لما أصدرنا التقرير هي تعتبر خط بداية أو خط أساس، ممكن بعدها نقيس أثر هذه التغييرات. يعني خلال السنوات الجاية ممكن نشوف هل لما أزيلت هذه العوائق التشريعية. وبالفعل كان في عدة قرارات أصدرتها وزارة العمل. نعم. منها التحرش، ومنها المساواة في الأجور، ومنها أيضا حتى بالضبط. يعني هل إلى الآن تعتقدين أنها ما بدت بشكل فعلي؟ هي طبعا تغيير النظام يأخذ مدة إلى ما تشوف التأثير في سوق العمل بشكل كبير. أو تعال من ناحية الممارسات. فإحنا نبغى نتابع الآن نشوف هل الممارسات راح تتغير، وهل بيئة العمل راح تتغير مع هذه الأنظمة، أم أنه هناك عوائق أخرى قد تكون اجتماعية، قد تكون تحيز من صاحب العمل، أو عدم إقبال المرأة على بعض الوظائف، أو عدم ثقة ممكن في بعض الأحيان. بالضبط. فإحنا يعني من جهتنا هذا التقرير راح يستمر أنه يتابع ويشوف وين مصادر وين المعوقات، وايضا نبغى نشوف اثر هذه التشريعات عليها الى اي مدى راح تحسن. طيب فيما يتعلق بالمناصب، يعني خلينا من القطاع الخاص، انا اتكلم من هنا عن الشأن المناصب الحكوميه. المراه وصلت الان الى مناصب والى مراتب عليا، ايضا حتى الممتازه وصلت لها. طبعا هذه يعني لما تشوف المراه وصلت المناصب هذه، يعني حتى تغير نظرة المجتمع للمرأة. صحيح. إن هي موجودة في مناصب مهمة جدا، فما عاد يكون في حتى اجتماعيا في تقبل للمرأة كإدارية، وتقبل لها في مناصب أخرى حتى في القطاع، حتى في مجلس الشورى موجود عضو. بالضبط. وإحنا كمان الشيء اللي وجدناه، يعني مثلا إنه نلاقي في قطاعات مثل قطاعات التعليم والصحة المرأة متواجدة فيها بكثرة، وتطورها في يعني مثل الرجل، لكن في قطاعات ثانية تتواجد فيه بقلة، لكن لأنها قطاعات صعب الدخول لها مثل القطاعات الهندسية ولا البترول، لما المرأة تدخل فيها لأنها تكون عندها شهادة قوية تدخل في مناصب أعلى. أوكي. يعني هي يمكن تواجدها قليل، لكنها لما الآن قدرت تدخل هذه المجالات
دخلتها بقوه. فانا اعتقد انه بيكون في تغيير. احنا ايضا حنسلط الضوء على تقريركم ان شاء الله بعد، يعني خلينا نقول في نهايه 2020، ونشوف هل المراه تم تمكينها او لا. سؤال اخير لو سمحتي سيده جواهر، فيما يتعلق بجي 20 المملكه، كنا نتكلم انا وياك تحت الهواء عن انه هذا التقرير مهم جدا بالتزامن مع استضافه المملكه للجي 20. يعني ما هو دور المراه في الجي 20 او على الاقل في جمعيه النهضه؟ هل انتم لكم مبادرات في الجي 20؟ الآن طبعا النهضة تم تعيينها كمستضيف لـ W20 مرأة العشرين. إذا كان صحيح Women 20 W20 أوكي. فهذه هي يعني الجمع عادة ينظمها أو يستضيفها الجمعيات وليست يعني الوزارات. تقوم بها جمعيات مختصة بدور المرأة الاقتصادي. فراح يكون في اجتماع لجميع الجمعيات المختصة بهذا الموضوع في السعودية، وراح تستضيفهم النهضة، ويكون من خلال هذا الاجتماع أيضا وضع زي ما تقول ورقة يكون فيها توصيات بأهم السياسات أو أهم البرامج التي راح اللي تكون لجميع الدول العشرين راح تلتزم فيها. ممتاز جدا، ونحن ايضا سنرصد هذه المؤشرات وسنرصد ايضا هذه الجهود في الجي 20 ان شاء الله. انا اشكرك جواهر السديري مديرة الابحاث في جمعية النهضة، شكرا جزيلا لك. تسلم، شكرا على الاستضافة.